بعض التقارير الاعلاميه عالميا قالت ان يورجن كلوب قرر انهاء مسيرته في التدريب. بما انك تتواصل معاه بشكل دائم، هل فعلا يورجن كلوب اعتزل التدريب ام فقط حصل على اجازه؟ لا، بالنسبة لي أعتقد أنها فترة من الراحة، ليست أكثر من ذلك. لقد شاهدت ما قاله وما أشرت أنت إليه، وهو يتحدث كجميع المدربين بعد فترة طويلة من الضغوط وفترة من الإرهاق الذهني والمباريات والبطولات الكبيرة على المستوى الكبير، يحتاج لفترة من الراحة، ولكني أعتقد أنه سيعود في أقرب وقت ممكن، لأن الكثير من اللاعبين الشباب يحتاجونه، فهو مدرب متمرس في كيفية تطوير اللاعبين الشباب.